أهلا بكم في يوتوبيا. فيديو اليوم سيكون أسئلة دينية مع الأجوبة. أين صنعت أول كسوة للكعبة؟ الجواب في مصر. من هم أشد الناس عداوة للمسلمين؟ الجواب اليهود. كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 15 سجدة. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ 100 سورة البقرة. ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ 100 سورة الكوثر. متى حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ 2 للهجرة. ما هي الشجرة المقصودة في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء؟ شجرة الزيتون. من أول شخص صام من البشر؟ آدم عليه السلام. ما هي السورة التي تعادل ربع القرآن الكريم؟ 100 سورة الكافرون. ما هي السورة التي تعادل ثلث القرآن الكريم؟ 100 سورة الإخلاص. ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ 100 سورة الفاتحة. ما هي السورة التي تسمى بالفاضحة؟ 100 سورة التوبة. ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن الكريم؟ 100 سورة الكهف. ما هي السورة التي تسمى بني إسرائيل؟ 100 سورة الإسراء. ما هي السورة التي تسمى القتال؟ 100 سورة محمد. ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن الكريم؟ 100 سورة الرحمن. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو. أخبرني في التعليقات هل كنت تعرف كل هذه المعلومات أو هي جديدة عليك. سؤال المتابعين، أخبرنا بالإجابة في التعليقات وسأرد عليكم بالإجابة الصحيحة. شكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. مع السلامة.